بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قناة عائشة أم المؤمنين ترحب بكم. اليوم في قناة عائشة أم المؤمنين غادي نتعلموا كيفاه نخدموا هذه بورشيت دو كويير، هذه حاملة الملاعق. كما راكي تشوفي عندي بزاف لي كولور، ما موديل بصح بوكو دو كولور. هذا فير بيستاش وهذا نوار الأبيض، وهذا اللون اللي راه معايا هنايا. هذه ما تستغرق حتى وقت، في 5 دقائق 3 دقائق با بلوس نكون كملتها وصنعتها ونستعملها في المناسبه ملي يكون عندي ضيوف قدار. وهي تتبع الغلاف تاع المائده كما تشوفي. هذه لابوشيت جايه مع هذا الغلاف تاع المائده، هذا تاعها نوار. كي ندير الغلاف نوار غادي ندير معاه نوار، وكي ندير لو فير ثاني غادي نستعمل الغلاف تاع الطابله ولا لانا نديرها فيرت. هذه في القديم كنا نستعملوا هذا النوع، هذا النوع مازال جاري مفعول بصح نستعملوه في الملامه ولا في المناسبات ملي يكون عندنا ضياف ياسرين ويكون عندنا الموائد ياسر. هنا نديرو كيسان جوتار، نديرو المغارف ونديرو دي بابي جوتار تاعي، بابي سيرفي جوتار. اليوم غادي نعلمكم كيفاه نخدمو هذا الموديل باسهل طريقه. لذاك الشيء غادي نستعمل المواد الاتيه. انا عدت ماكينه الخياطه، نستعمل مستطيل من سكاي الابيض، ها هوينا، وهنا راني حرفته بشكل نصف دائري. ونستعمل المقص المسنن اللي يعطيني ديك لابيل فورم تاع لابورت او بيان لابورش دو كويير. نستعمل كذلك هذه القطعه من الدونتير، وعندي هذا البابيون وكذلك لي زيستراس نستعملها باش نزوق بها باش نخدم هذه. غادي نستعمل سكاي الابيض و ان بابيون ولا دونتير وهذا لي زيستراس. طريقه العمل الان كي غادي نعمل، ها هذا هو المستطيل بهذا الشكل، غادي نثنيه بهذه الطريقه. وقبل ذلك هنا غادي نخيط الدونتير، الدونتير نديرها هنايا ونخيط. ها ننتقل الى ماكينة الخياطة باش نخيط الدونتير، نديرها على ماكينة الخياطة ونمرر بالخيط. هاي كما شفتي الان غادي نثبت هذا على هذا المكان ونطلق نستعمل الدبابيس لي زيبانكل باش ما نعوجش لا فورم نتاع البوشير دو كويير. ندخل الدونتيل هنايا بهذه الطريقه ونغلق بلي زيبانكل. هذه بالنسبه للمبتدئات، الخياطات غير مبتدئات ولا اللي موالفه تخيط ما تستعملش لي زيبان، تمرر ديراكتومون الخيط تاع الماشين. وثاني منا نثبت بلي زيبان ندخل دونتيل هنايا باش ما يهربليش، مش ما يهربليش ثاني السكاي وجيتين مع بعض. فوالا نستعمل هذا الدبابيس فقط للتثبيت. هنا بالنسبه للماكينه اللي ما يتمشالهاش فيها السكاي نستعمل الفازلين، ندير كميه من الفازلين هكذا ونمرر ماكينة الخياطة. نبدأ من المكان تاع الدونتيل هكذا بهذه الطريقة. نمرر في المكان اللي يبدا فيه نبدا هكا نرفع منا صافي.
الإبرة ونعاود مرة من بعد. هذاك البازلين يساعدني باش تتمشى ونمكن الخياطة في السكر. فوالا راني نهيت. واش بقى لي دوك؟ بقات لي لا ديكوراسيون. نحيد لي زيبان صاي لا بوشيط راها واجدة. حيد كحل لي زيبان ما نحتاجهاش. فوالا واش بقى لي الان؟ بقى لي نركب هاد لا بابيون هنايا ونستعمل مسدس الشمع. ها هو مسدس الشمع. وممكن كذلك نستعمل ماكينه الخياطه. بصح اللي بقيت نستعمل اذا اردت ان نستعمل ماكينه الخياطه قدامنا نخيط لا بوشيط منا نثبت لا بابيون لو بابيون بلوتو نثبتها على على لا بوش من بعد عاد نخيط. ها ندير دوك بهذه الطريقه ندير كميه مسدس الشمع ونركب وندير في المكان اللي يناسبني. ها فوالا هكذا بهذه الطريقة وبهذه الطريقة هكذا. الآن ما عليا إلا أني ندير ها بهذه الطريقة نركب لي سيسخاس بهذه الطريقة وثاني نركبها مسدس الشمع وهي ثاني تلصق بماكينة الخياطة في هذا المكان. أصبحت الآن واجدة. ها واجدة دوك صايره ها واجدة. فوالا ميم با حتى 5 دقائق. ندير فيها الملعقة الشوكة وأصبحت جاهزة. قناة عائشة أم المؤمنين تتمنى أنك استفدتي من هذا المشروع لأصحاب المشاريع المصغرة. ممكن انك تقدمي به كمشروع مصغر وتبيعي اثنين مثلا كيما هذا اثنين هذا اثنين كان زميل هذا اثنين كان زميل ها كل اثنين 15 نفر. هذا راه مشروع مربح وراه يتمشى في هذه الاونه وراها وقت تاع مناسبات ممكن تستفدي منه كمشروع مصغر. في الاخير اصلي واسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واسكى التسكين اسكى التسليم وإلى اللقاء في فيديو آخر.